خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضح العميد متقاعد حسن الشهري من المملكة العربية السعودية، أوضح أن تمرين جلموت 3 يعكس مستوى العلاقات الأمنية والعسكرية التي تجمع مملكة البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة، بما ينعكس على مصلحة دول المنطقة. تشريف جلالة الملك حمد وسمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور اختتام هذا التمرين جلموت 3 يعكس أهمية هذا التمرين الاستراتيجي الذي يعزز القدرات الأمنية والعسكرية لمواجهة الإرهاب، يعكس أيضا مستوى العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين الشقيقين، وأيضا يعظم من العلاقات الاستراتيجية والسياسية الأمر الذي ينعكس على مصلحة دول المنطقة.